كل الدواير دايرة في دايرة تدور فيها احنا ندور، زحمة خطاوي سايرة ومتسايرة نمر على هالدنيا مرور. حط بالك ترى انت مبين بالصورة واضح ويانا، بالجايد حنا والهين تلقانا وراك بتلقانا. سجلت الصابون؟ ايه سجلته، وش غير الصابون؟ خلاص هذا اللي ناقص. هو والرز والحليب والبصل والطماط وحتى المكرونة ما بقى الا علبتين، واللحم ما باقي الا كيستين بس. خذ احنا اسمعها يقول بيتنا فاضي. وش اسوي بك؟ كل ما قلت لك شيء قلت خليه يتجمع عشان المشوار يصير واحد. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله تبارك الله، البندري عندكم. متى جيتي يا أخيتي؟ لها يومين من جد. ما شاء الله راجلس وشلونه؟ والله ما ترد هذه، راجلس في شيء؟ الله ياخذه ويفكني منه. بس هذا معناته متهوشين كالعادة. اسمعني يا سعد، أنا أبيك تتصل على رجلها عشان يعرف أن وراها رجال. اسمعني وين أبوك يا سعد؟ أنت رجال حليم وأخوك إبراهيم مطفوق وعصبي، أخاف يروح لمه ويتهاوشون ويرجع بورق الطلاقها. فرح كلمه أنت. هفا يبا، هم متى أنا عصبت عليكم؟ يا رجال فكنا الحين من عصبيتك أنت يا يما. بالله الحين وشون أكلم الرجال وأنا ما فهمت وش السالفة؟ أنا إنسانة ما عاد أقدر أتحمل، يعني فوق إنه بخيل شكاك. لا وعلى هذا لا عمره طلعنا ولا مشانا ولا سفرنا، وشلون اصبر عليه؟ ما عاد ابيه. خلصتي؟ ايش قصدك خلصتي؟ اي طبعا قضيت. الله يهديك يا اخيتي. بالله هذه مشاكل تخلينا نتدخل بينك وبين زوجك؟ لا وفوق كذا عندك اربع عيال وبنتك ما شاء الله يمكن تتزوج وبتصيرين جده، وانت باقي صايره مراهقه. الله يهديك يا البندري، هذا زوجك من يوم اخذتيه وش تغير من طباعه؟ بعدين وين اخوك اللي بينكم من مشاكل حلوها في بيتكم؟ اصبري عليه. الحين وش الكلام هذا اللي تقولونه؟ هذه وقفتكم مع اختكم؟ والله يا يما انا مع اخوي سعد، هذه مشاكل عاديه وتراها تصير بكل بيت. بعدين ترى ما كل المشاكل تنحل بالعنف وتجين عند اهلك لا يا اخيتي، خليك هاديه وحلوها بالود وبينكم ولا تزعجونا معكم عاد. كذا الله يهديكم. بس زعلتوا اختكم يا يمه، حنا ترى ندور مصلحتها، ما هو بكل ما جتها اي مشكله بسيطه جت طال عمرك وتراكض عندكم في البيت. هلا، توك تتصل؟ طيب العيال معك؟ لا 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 تنزل ولا تنزلهم، انا بلبس عباتي واجيك. يلا ترى
يلا هبا اروح ارتاح شوي لين اذن المغرب. وشو مغرب الله يهديك؟ العصر ما بعد اذن. انا ما صليت العصر؟ اقول لك ما بعد اذن، شلون نصلي؟ اجل بروح ارتاح شوي لين اذن. وين رايحة يا البندري؟ كلمني محمد، هو العيال برا منتظرين يطلع. وبس كذا؟ بالسهولة هذه؟ البنت هذه خبلة، قال لها كلمتين ولعب عقلها ويلا على طول وافقت. يا يمه الله يخليك لنا، المشكلة ما تستاهل، لا تكبرون الموضوع. كلامك في متمه، المرة ما لها إلا رجلها والرجال ما له إلا حرمته. الله يصلح البال ويهدي البال. وأنا بوت قولي له يدخل يرقد معنا أذان المغرب. وين قصدك يتقهوى؟ يتقهوى معنا صلاة العصر. يبوي الله يخليك لي يا قلتي، اشرب معنا فنجان. المغرب والعصر ما جو أذن. لا دوه يا ابوي، يتقهوى معنا. لا 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 يبا الله يعافيك، محمد مستعجل ومعه العيال، واعدنا يطلعنا يمشينا. يلا مع السلامة، مرة ثانية إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. يلا أنا أستاذنكم، أبروح أرتاح شوي لين يدن الظهر. بسم الله. الظهر وين يا أبوي الله يخليك لنا؟ ماشي. بسم الله عليك. بسم الله عليك. نهار. يا مرة يا مرة يا حرمة، بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك؟ ايش مصحيك الحين؟ انا وش فيني صاحي؟ انت وش اللي منومك لهالحزة؟ تو الساعة ما صارت ثنتين، ايش فيك؟ حول ولا قوة الا بالله. ثنتين ليل ولا ظهر؟ ليل. انت ايش جاك اليوم؟ والله ما ادري، قمت من النوم احس اني شبعان نوم، واحس بنحن نهار. هذا بلاه من كثر نومك طول النهار. تعال ارقد لين ياذن الفجر بس. انا صليت الفجر؟ الحلال ما بعد اذن الفجر، ايش فيك؟ وصلاة العشاء؟ لا حول ولا قوة الا بالله، طيرت النوم من عيني يا ابن الناس. تعال ارقد، ترى انت مصلن الفروض كلها كلها. لا ما في النوم، ابى اروح اتسنن. تصبحين على خير؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ناديتيني؟ ها؟ ها؟ روح تسنن. جو؟ ارقد ولا اطلع. انا وش ابي؟ اقعد بقول لك. في ذا؟ ايه اقعد بقول لك وش ابي منك. فوق فوق شوي. يا رب. أذن. لا بك يا عيالي، أبوكم متعبني هاليومين كاثر النومة، ولا جاء الليل ما عاد رقد ولا خلاني أرقد. هي والله ان وضعه ما يطمن. انا اقول له لازم احنا نوديه المستشفى ونسوي له تحاليل، يمكن يطلع فيه سكر ولا يطلع فيه شيء. اي صدقت،
الحين يا جماعة شلون نقنع أبوي يروح للمستشفى وأنتم عارفينه ما يحب المستشفيات؟ لازم نقنعه، أفرض إن صار في شيء، من اللي بيندم؟ حل اللي بنندم ومتحسف. صدقت. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من متى وأنتم في ذا؟ أبد يا أبوي، صارنا تقريبا ساعة. سألنا عنك وقالوا نايمة، حبينا نزعجك. إيه. عيبة. حنا بصراحة ودنا نتطمن عليك. حال بتم حال؟ لا خابرين بتم حال الحمد لله، بس حنا طال عمرك نبي نسوي فحص شامل لك في المستشفيات ولا في المستشفى واحد اللي تبي، بس الأمور طيبة إن شاء الله. لا لا لا، المستشفيات ما بيها. يا يبا وبناخذ أمي نوديها معك بعد. المملوحة بتروح معنا؟ إيه. أوه المملوحة موافقة، بس باقي موافقتك أنت. إذا المملوحة معنا ما عندي مانع. الحمد لله. نروح الحين؟ الحين نروح يا يبا. خير البر عاجل يا يبا. ولا أرقد شوي ثم نروح. خلاص يا عم، أنا سويت لكم طلب تحليل دم، بإمكانكم الآن تروحوا المختبر وتسووه. اتفضلوا. شو يقول؟ يقول سوى طلب تحليل دم يا أبوي بحل دمك. لا لا معصي، دم ما نأخذه كلش إلا الدم. ضروري يا عم، ضروري، لازم ناخذ تحليل دم عشان نشوف لا سمح الله اذا عندك امراض زي السكر الضغط وخلافه. لا لا ما انا دم، ما انا دم يا يبا، بياخذون دم من شوي، ما هم ماخذين كثير. معصي ما انا دم. وش اللي معصي؟ وش اللي معصي؟ هذه صحتك، لازم ياخذون منك دم. تامرين امر، لا يبقى ولا ورقة في الأرض. ها نظفوا ورقة واحدة ما نبي. ها أبو سعد. هلا. المعد الله تملك، ما شفتك كله الحين ولا سلمت عليك. هلا بالجار. عساك طيب إن شاء الله يا أبوي. الحمد لله. شلون أم سعد والعيال كلهم؟ كلنا بخير الله يجعله. الله يجعله. أقول أنت الحين لك 3 سنين عندنا، ما شفنا منك إلا كل خير. يا أبوي أنا لي 10 سنوات عندكم ساكن. 3 سنين ولا 10 مو بهذا موضوعنا. حسا ما شر، صاير شيء يا ابو سعد؟ ايه صاير شيء، بدينا نتودى منكم تاني الليل، عندكم ازعاج ازعاج. افا ازعاج مني؟ ايه منكم من عيالك، بديت اتودى، انا رجال طال عمرك عقب ما اصلي العشاء انا ارقد وانتم تزعجوني. طيب وش اللي انت امر فيه يا ابو سعد؟ ابو سعد حنا بيننا 10 عمر، وبعدين لا تنسى بيننا عيش وملح، واللي ضايقك لا والله ضايقني. خيرك الله بين حل بين اثنين، يا تنقل غرفة نومك المجلس الرجال، ومجلس الرجال يصير محل غرفة نومك عشان ما يجيني مدابس في هالليول، ولا انك تطلع من هالشقة وجارك بدفعه لك. ابشر يا ابو سعد. عسى ما زعل. اصرف. أنت يا خشت النوم يا مرة، قومي. بسم الله الرحمن الرحيم. جتك الحالة، وراك كل ليلة صرنا على طول تنغيص، لازم تقومني من النوم. حرام عليك حرام عليك، شو مصحيك هالحزة؟ حنا وش حنا فيه من حزة؟ الساعة 2:30. 2:30 في الليل؟ أجل ظهر. إيه ليل؟ أنا أرقد، أوجعتني جنوبي من كثر النوم. واللي يرحم والدك خلني أرقد شوي. أنت راقد طول النهار راقد، أنا ما أرقد إلا بالليل. أجل بروح أتفقد البيبان. يا ذي البيبان يا ذي البيبان، حرام عليك. البيبان ما عليها أخلاف، أنت قد تفقدتها مرتين الليلة، تعال أرقد. جوال الحين ابى اتصل على ولدي سعد يجي الحين. ايش تبيبه الحين؟ ليش تروعه؟
أماك تقولين اللحم خالص؟ أبرح لي يعني اشتري لنا ذبيحة ولا ربع حاشي؟ يا ابن الحلال يا أبو سعد دخيلك أرقد الحين، إذا صحينا الصبح إن شاء الله اتصل فيهم على راحتك، الحين ليل الناس نايمين. أجل كم من الساعة؟ أقول أرقد الحين، أرقد الله يعافيك، أرقد ريح نفسك وريحنا، خلنا أرقد تعوذ من إبليس. جيب الجوال جيب أرقد بس. والذبيحة؟ يا حول أرقد الله يعافيك، أرقد باتر إن شاء الله. وين أحط عصاي؟ جيبها جيبها، هذه عصاتك، خليها بين نف. إيه ما يخالف. ها ها، وش تبي بعد أكثر؟ في ذا؟ إيه وش بقى ما سندها عند راسي؟ ها؟ ابى ارقد. ارقدي. بسم الله. اكثر ما تفحصونها خايفين تموت؟ لا حول، قل لا اله الا الله يبا. لا اله الا الله. يما ترى ضغطك متلخبط، انت شكلك ما انت بتاخذين حبوبك بانتظام. لا والله اني اخذها يا بنيتي والله بانتظام. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا خير يا ابوي. هلا هلا هلا، مسات الله بخير يا امي. هلا حبيبي. هلا. وشون ضغط امي البندري؟ والله انه مو بزين. افا يما والله ظهر انت. والله اني اخذ العلاج ولا تركته ولا مره. طيب وش المشكله؟ ايش دراني؟ على فكره يبا، ترى وانا داخل اشوف الجار يشيل عفشه، ما ادري هو معزل ولا لاقي له بيت ملك بينقل ولا. وله ما تقول ان ابوك طارده. ما طردت احد انا. انا رحت كلمته كلمتين بالاحسان، قلت له يا غير غرفه نومك، ازعجت انت وبزارينك تدبسون علينا، مو بيرقدوا لا ليل ولا نهار ولا اطلع. بس بس والله ما جاك منه شيء. انا ما ادري ليه. ليه انت شاب من شبوبك على الجيران؟ وش استفدت الحين؟ كل الجيران اطلعوا، بيتنا صار يخوف. الرزاق في السماء. سبحانه. اقول يمه. سم. لا يا ابوي، امي امي، ترى بكره بمرك اوديك للمستشفى اشوف وش مشكله الضغط هذا. والقولون بعد يا وليدي متعبني. ابشر يمه، ونفحه القولون بعد. بعد بقى فيها عرق ينبض، كل شيء متعبها. هذا وش اسوي فيه؟ بسم الله على عمرك يا امي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا الله. هاي الدكتور، طمنا، ان شاء الله تحليل والده كويسه. ابشركم الحمد لله، التحاليل 100 100 والامور كلها طيبه. الحمد لله رب العالمين. طيب دكتور، وش سالفه الضغط هذا اللي مو راضي يضبط؟ ايه والقولون يا دكتور. انا ودي اسالك سؤال يا خاله. سم. الحين انت في اليوم تقريبا كم ساعه تنامين تقريبا؟ والله اني ما ادري يا وليدي، يعني نومي متقطع وما يمديني انام ساعه الا وهالرجال مصحيني. اذا هذا هو السبب. شوفي يا خاله، النوم المتقطع هذا ما يصلح. انت لازم تاخذي كفايتك من النوم. متى ما نمت كويس امورك كلها حتصير في السليم. انت بس جربي وطاوعيني وبعدين راجعيني. يعني تقصد الدكتور انه ما تنام عند الوالد؟ شلون كذا ما يصير؟ وش الحل طيب يا دكتور؟ والله يما ظاهر ما في حل الا انك تنامين تحت في الصاله ولا في غرفه الجلوس. مسعد؟ مسعد؟ ايش؟ مسعد؟ نعم نعم، انت وينك فيه انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت في ذا؟ وش اللي منومس؟ ابد، بس قلت أنام هنا يعني عشان
إن جاء واحد من العيال أقوم أفتح له من قريب. أجي أنا معندك؟ لا، أرق غرفتك أوسع لك. ما بجايت إن الغرفة أوسع من الصالة؟ أقصد السرير، السرير أوسع لك هناك. سرير أوسع؟ إيه، السرير أوسع. تبي تلحقيني؟ إيه، أنت رح بس، رح وأنا إن شاء الله شوي والحق. أرقى؟ أرقى الله يعافيك، أرقى وخلني أرتاح شوي. طيب. طلعت روحي، لا إله إلا الله. ايش فيه؟ مساعد؟ نعم نعم نعم. أذن. أيوة، خير خير، صاير فيكم شيء؟ اسمع، وانا ابوك، مر اخوك ابراهيم واختك البندري وتعالوا لمها الحين. صاير لكم شيء يبا؟ ايه صاير لنا شيء، اذا جيتوا عرفتوا. طيب الموضوع هذا ما يتأجل للصباح يبا؟ يبا الو يبا. شفت يا سعد، تقول لي نامي في الصاله، وهذا ابوك كل شوي محولن علي وغارفن قلبي. اسمع، وانا ابوك انت واخوك، امك ما عاد ترقد في غرفتنا، كل رقاده في 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 الصالة. أجي أقولها أرقد معك جنبك تقول لي لا، رح الغرفتك أوسع. هذه أخرتها، أنت زهدت فيني يوم أنك دريتي إما وراي شيء، لكن لولا محبتك وتقديري لأمكم إما أصير في الصبح أن أجيب حرمة ثانية. بس اللي دائما أستخير وأقول هي باخصتني وانا باخصها. وش هالكلام ذا يا ابوي؟ الله يرضى عليك، انتم مالكم الا بعض ما شاء الله تبارك الله، لكن كل ما في الامر طال عمرك ان الدكتور قالها تنام طال عمرك بشكل جيد وزين عشان ضغطها يتعدل. شفت شلون؟ خلي عنكم ذا الكلام، هذا مو بعذرها. المهم انتم امكم عندي لكم كلمه ما لها ثالث. سم يا ابو، أمكم إذا شفت لها شوفة ولا ماني بواقف في طريقها، الله يسهل عليها. اسمعوا ذا، يعني أنت ما يهمك إلا صحتك، وصحتي أنا ما يهمك. الحمد لله. يا يبا أنت من جدك، حسستني إن أمي توها متخرجة من الجامعة. اسمعني واكسر الهرج. سم، تكلموا مع أمكم واقنعوها، ترى ما صابر عليها إلا اللي خلقها. أنا صبرت عليها 50 سنة، ولا لو أبي سألنا طلقتها. أبشر أبشر يبا، ما لك إلا يرضيك، أبشر. يلا تصبحون على خير، سهرتوني وأنا ماني براعي سهر. وش ذا الضغط اللي ما ينخفض إذا تحت ما ينخفض في الغرفة؟ سهرتوني وأنا من بحق سهر، وهو اللي مسهرني ليل ونهار. وش السوات يا عيالي هالحين؟ والله يمه ما في حل إلا إنك تروحي ترقدي معه فوق. وأنت ما سمعت الدكتور يقول إنها لازم تنام زين؟ وأنت عندك حل ثاني يعني؟ إيه عندي حل ثاني، تنام يا عندي ولا عندك. هاه، ونخلي أبوي الحالة؟ هي خلى الحالة. لا لا يا عيالي، لا، ما بجي عندك ولا عنده، ما بخلي أبوكم الحالة. أنا بصبر وبطلع عنده في الغرفة، الله يعين. بس يا يمه أنت عارفة ما هناك حل يا أبوي، ترجمة
الحين وش من الوقت حنا فيه يا ابو سعد؟ والله ما ادري، بس اللي انا متوكد منه ان حنا ظلمه. يعني ليه؟ فجر ولا عشاء؟ لا إلا في العشاء. حنا صلينا المغرب؟ ها؟ حنا صلينا المغرب؟ ما بعد أذان العصر.